يو سركينا في الويب رجعت عاوتاني كنت كونجي يلا خدام ماشي بحال هذا. بلاش كحسن نتوما متبعين الحمله الانتخابيه في بلادنا خويا صوت عليا وما يخصك تاخر هانتا غادي نحاربوا الفساد ونحاربوا الرشوه ونخدموا المواطنين ونحاربوا التلوث. وعلى ذكر التلوث كنطلب من كاع الاحزاب والمرشحين ما يبقاوش يديروا محاربه التلوث والحفاظ على البيئه في ورقة الانتخابات ديالو حيت نتوما هما اللي ولا اللي كديروا الزبل والتلوث في الزناقي وهذا هو الدليل. وغير بالصدفة تلاقيت مع واحد الدراري خدامين في الانتخابات كيشتوا الوراق في الزنقة وملي سولتهم علاش كديروا بحال هكا قال لك بلي الحزب اللي مخدمهم طلب منهم يشتوا الوراق everywhere غير هو صاحبي صورني وانا كنتناقر انا وياهم بلا ما نعيقوا. شوفوا الفيديو بحال الكاميرا الخفية. علاش كاميرا بوكوادا كاميرا السيت علاش كتخلص السيت علاش كتخلص خلص كل واحد ما باش من راسه وحتى المغني المغربي الدوزي حتى هو لاحظ هذه القضيه فاش كان كيدور بالطوموبيل ديالو. فوالا السلام عليكم. كما تشوفوا انا كنت واقف كنتقضى وفات لي واحد الكورتيج ديال 6 ولا 7 ديال الطوموبيلات كيتمشاو كيلوحوا هذا الشيء في الطريق. شوفوا الطريق كي ولات وهذا الشيء كيدفعنا اننا نمشيو نصوتوا بكثافه على الشخص اللي غادي نثقوا فيه واللي قنعنا بالبرنامج ديالو واللي ما كيلوحش بالطبيعه ونحاسبوا على الوعود ديالو وما نخليوش ورقتنا خاويه ويطلع شي واحد ما يستاهلش الثقه والمسؤوليه. شجعت معايا السياسه شنو بان لك اسماء نترشح الانتخابات صوتي عليا صوتي عليا صوتي صوتي هذيك الفلوس اللي انا شك بحال بغيتي ديرها بصح الا خديتي الفلوس باش تمشي تصوت على شي مرشح غدا ما تجيش تقول بلي البلاد فيها الفساد والمفسدين وفيها الرشوه وما فيهاش الخدمه وصوت على شي واحد اللي غادي يخدم المدينه ديالك والحي ديالك وغادي يوقف على الهضره ديالك واقيلا غنترشح الانتخابات. وإلا ما بداتكم يضرب طبقكم ها الفراق ايوه غادي يضربنا فيسبوك هاد الايام ولا عامر بالصفحات ديال المرشحين والاحزاب واكثر واحد في العالم استفد من الحمله ديال الانتخابات في المغرب هو هاد السيد جمع الملايين غير من سبونسوريزي في المغرب. احتل حزب العداله والتنميه الصداره على مواقع التواصل الاجتماعي بحوالي نصف مليون متابع لصفحته على فيسبوك يليه حزب الاصاله والمعاصره بنحو 250 الفا ثم حزب الحركه الشعبيه ب 51 الفا. تخيل كيفاش السياسيين والمرشحين غادي يدويو مع الناس في الفيسبوك. خويا خوتي المواطنين صوتوا عليا ولكم الاجر اذا لم تصوت على حزب الخبز فاعلم ان الشيطان هو الذي منعك. الف لايك لهذا البوست والمرشح ديالكم غادي يبني لكم تيران الكره في الحي ديالكم. صوتوا عليا من قراها وتجاهلها ستصيبه مصيبه. المهم قال الاحزاب داروا خلايا وجندهم باش يخدموا في الفيسبوك في الحمله الانتخابيه. شوفوا الفيديو. خلية عمل لا تفتر مهمتها تحديث موقع الحزب وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي. المهم إذا عجبكم الفيديو صوتوا عليا وديروا جيم الفيديو في اليوتيوب وبارتاجيوه مع أصحابكم.
ودخلوا الصفحة ديال الحزب ديالي توب تي في على الفيسبوك وديروا لها لايك ولاشين ديال اليوتيوب وديروا لها سبسكرايب. نتلاقاو السيمانة الجاية. السلام عليكم.